أظن شركة عبرت على المواطنة ديالها وعلى وش السادات بحق روح التضامن وتأزور مع الفئات الهشة ومع الفئات المحرومة بحال الفئات اللي عندنا هنا في المركز. وهذه المناسبة فعلا كتقوي هذا الروح ديال المحبة وديال التأزور بين الأفراد وبين الجماعات. والدين الإسلامي ديالنا كيحبذ هذا وكينادي بهذه القيم، هذه قيم ديال التضامن اللي احنا في أمس الحاجة ليها. كنشكر شركة أوزون وكنحيوها على هذه المبادرة الطيبة اللي عبرت عليها يعني بروح وطنية عالية، وكنشكرها بزاف. الحفل اللي انضمته أوزون اليوم تحت عنوان أوزون المستثمر الإنسان في المغرب وإفريقيا، فطور جماعي لفائدة الأيتام ديال دار لالة أمينة، ويدخل كذلك هذا الإفطار الجماعي اللي انضمته أوزون في إطار الأنشطة الاجتماعية والإنسانية اللي كتنظمها أوزون خصوصا في الشهر المبارك شهر رمضان. كنحاولوا من خلال هاد الأنشطة هذه نخفوا ولو غير جزء بسيط من المعاناة ديال المجموعة من الناس اللي محتاجين والأسر المعوزة اللي محتاجة لينا، وواحد الشريحة كذلك اللي منهم هاد الأيتام هادو. اليوم أنا كنقول إلا كنا نضمنا موائد الرحمن ونفرقنا ديك القفة الرمضانية، هاد الناس محتاجينش للقفة، محتاجينش للأكل ولا الحريرة، بالقدر اللي هما محتاجين لينا حنا، محتاجين لك الإنسان اللي يشاركهم على الأقل هاد الإفطار هادو، يدخل عليهم واحد جزء من الفرحة وعلى قلوبهم، وخصوصا من خلال هاد الفنانين اللي جبنا ليهم، فنانين محبوبين من عالم الغناء والتمثيل والمسرح. اليوم كنتواجدوا بمدينة بن سليمان بالضبط في دار الأيتام لالة أمينة. هي مبادرة إنسانية قامت بها شركة أوزون على رأسها السي عبد العزيز بدراوي. اليوم كيحضروا عدد من النجوم ديال كرة القدم، ديال الصحافة، الفن، كنتواجدوا اليوم باش يشاركوا الفرحة مع هاد الأيتام. وتيقول لك المثل ضحك لي غير فوجي بلا ما تعطيني، الضحكة والابتسامة راه صدقة، وحنا راه اليوم جايين نشاركوا الفرحة مع هاد الأيتام. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.